كبيرة قوي ده نرارة اعملوا لايك يا سويس كبسة كبيرة قوي وار 111 يا جماعة بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله سمكتين وار 111 بالماركة مسجلة 111 بسم الله ما شاء الله عند الشيف سامي عمي هنعملهم ايه يا شيف سامي؟ هنعملهم فيليه جنبه جنبه ولا فيليه كله؟ لا فيليه كله فيليه كله مخلي من الشوك اتفضل خياشيم ورد يا جماعة زي ما احنا شايفين بخبرتك في التنظيف ايه رايك في السمك؟ لا بسم الله ما شاء الله جميل ها؟ بسم الله ما شاء الله لسه بظبط البحر بتاعه نعم؟ لسه بظبط البحر بتاعه لسه بظبط البحر بتاعه اه ارفع لي دي بقى سامي كده ارفع لي لا هل كده بصوا يا جماعه الهلك قد ايه الدماغ ده كله هالي من المعده للدماغ اتفضل برضو بنعلق ونقول ده قشر رفيع جدا يا جماعه فالشيف سامي بيقول لك ده بيضايق في الاكل وكده كده كلها ايه هتتسلخ انا بتكلم ده هتعمل جزل برضو هتقشر نفس التقشير ده فل من جوه تعالى استنى اجي لك من جوه تمام Yeah.
ادي جنب يا جماعه من قبل ما تشيل الجلد من عليه. هتعمل مع الجزء الثاني ويفرغ السلسله. حاج مسعد بسم الله ما شاء الله. دراكه كم كيلو دي يا حاج مسعد؟ الاصلي بقى عند الحاج مسعد كم؟ 9.5 6.5 9.5 صباح 9.5 اسباك العاصي يا جماعه ان شاء الله الاصلي. ابدا يخلي الشوكه يا جماعه. وريني حجم الشوكه كده يا سامي باشا. دي حجم الشوكه يا جماعه. بيشيل واحده واحده. يسلق الجنب قريب ورا. ادي يا جماعه الجلد. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله. الجلد بعد ما ايه ما طلع من الجنب السمكه. واللي تم على الجنب ده هيتم على الجنب الثاني. دقيقة واحدة. السلام عليكم. عليكم السلام، أنا جاي أسلم عليك وتعرفني من القناة. أهلاً وسهلاً. أنا الدكتور خالد شاهين. ده منور القناة عندي والله يا جماعة، يعني كل تعليقاته تعليقات طيبة ومن يعني من أوائل الناس اللي شاركوا ودفعة قوية للقناة. كل العمالة الحلوة بتاعتنا واخد بالك لما تسيب البلد وتسافر، لا يعني ده دول بالنسبة لك أنت.
فالكنز ده لو فرطنا فيه يعني هنخسر كتير. واللي حضرتك تعرفه كمان ان الاستاذ مسعد بيخلي سامي يدرب جيل. والله والله ايوه ابن عم مسعد بيقف معاه. يعني انت يا سامي الحمد لله ربنا يبارك فيك، انت ربنا جعلك سبب في فتح باب رزق جديد ومهنه بتعليم جيد، وربنا يكافئك. ده وسام على صدرك طبعا من شهاده دكتور فاضل دكتور خالد شاهين. وبعدين الراجل ده عامل شغل عالي قوي، واحمد شعره، احمد شعره بقت سمعته عالميه النهارده. الحمد لله معدي عليه سلم عليه دلوقتي. لا هو طيب ربنا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. شكرا على الف خير. شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور. طبعا يا جماعه الناس اللي هي بتتابع الشيف سامي بيقولوا لي من احسن الناس اللي بيخلي الدماغ هو الشيف سامي. طبعا السلسله يا جماعه عشان بتحتوي على كميه من اللحم برضو بيستخدم في شوربه مع الراس، بتبقى جميله. يعني ناخد الراس دي نقشقها نصين ومع مع السلسله بتتعمل في الشوربه يا جماعه. تمام، يبقى كده يا جماعه خلصنا جنب. نخش على السمكه الثانيه زي ما احنا اتفقنا يا جماعه، واللي حصل في السمكه دي هيحصل في السمكه الثانيه. انت مش هتقطع جزء، هسيبها في حالها كده. لا هسيبها سليمه. طيب يلا يا ابو حميد. طبعا الطريقه واحده لان الاستاذ اللي بيشتغل بيبقى متمرس على الطريقه. اللي حصل في السمكه الاولانيه هيحصل في السمكة الثانية. نراجع مع بعض، هيبقى تصوير سريع. نراجع مع بعض اللي تم فيه السمكة الأولانية يا جماعة. تمام. ادي يا جماعه الدماغ وهنفتح الاحشاء. Thank you.
فينا الحكايه الداخليه، وفي النهايه هنوصل لنفس دوار. هنوصل يا جماعه الى الفيليه بدون شوك لهذه السمكه. متأكد؟ شكرا يا شيخ سامي. عفوا يا عم احمد.